بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس بركته علينا امين. لذلك يقول: استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لان الايام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر التي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح مكملين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم بالرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، لله والآب نعمة الله الآب تحل علينا أمين. النهاردة وإحنا بنحتفل بنهضة أبونا الأنبا أبراهام نتذكر فيها إن الفرق بيننا وبين القديسين حاجة واحدة بس، إن القديسين سلكوا في حياتهم بجدية واحنا ما عندناش الجدية دي. الفرق بين اي انسان والتاني، واحد يطلع قديس والتاني مش قديس. القديس نجد في حياته الجدية، كل وصية من وصايا ربنا وكل امر روحي وكل فضيلة بيسلك فيها وفي كل جهاده بيسلك في حياته بجدية. لكن احنا بينقصنا الجدية، وكتير ما بنسلك بنوع من الميوعة. لذلك معلمنا بولس الرسول يقول لينا: كونوا رجالا. كونوا رجالا، رجالا دي بتحمل معنى الجدية، ان الانسان يكون شديد، الانسان يكون جد في حياته الروحية. أبونا الأنبا أبراهام عاش الفضيلة وعاش النسك وعاش العبادة وعاش الجهاد، في كل شيء كان جادا جدا في حياته الروحية. يحكوا عن أبونا الأنبا أبراهام أن يقولوا المصباح اللي كان عنده يلاقوه في ليالي كتيرة منور طول الليل، فكانوا يعرفوا ان ابونا الانبا ابراهام طول الليل كان سهران، وكان يقوم الصبح يصلي القداس. ايه معنى كده؟ انسان جد في حياته، انسان جد في حياته. والامانته ربنا رجع عصر الرسل قوم عشناه في ايام ابونا الانبا ابراهام. ابونا الانبا ابراهام من القليلين اللي ملكوا مفتاح السماء بالمعنى الحرفي وبسلطان الكهنوت. الكل بيملكه بسلطان الكهنوت، ما تحلون ويكون محلولا، لكن كم واحد بيملك سلطان انه يفتح السماء ويغلقها اينما شاء؟ أبونا الأنبا أبراهام من الناس اللي عايشون العصر ده. لذلك أبونا الأنبا أبراهام لما يجيله حد له احتياج في الحال يقول له: طلبتك تستجاب. وكأن أبونا الأنبا أبراهام بيفتح السماء، وزي ما بيقول أحد الآباء القديسين يقول: يفتحون السماء أينما شاءوا ويعطون ما شاءوا. ربنا بيديهم المفتاح يقول لهم: معاكم سلطان، تدوا كل واحد زي ما انتم شايفين بحسب الاحتياج. ابونا الانبا ابراهام كان من الناس دول. اللي نقلنا واحنا في قرن التسعتاشر ان احنا نعيش مع القرن الرسولي
الأول، زي ما عمل البابا كيرلس وهو في القرن العشرين إنه رجعنا للعصر الرسولي الأول. دول من القليلين، من القليلين اللي قدروا إن هم ينقلونا للعصر الرسولي الأول. في أيام العصر الرسولي الأول لما حنانيا وسفيرة كذبوا على الرسل وقعوا ميتين، وأيام الأنبا أبرقام لما الراجل كذب عليه وقال له اديني أدفن أخويا، قال له هو مات، قال له آه، قال له طب روح ادفن، وطلع لقى ميت. حتى في الأمر ده السلطان في إيده إن الكلمة بتاعته تسمع ليها السماء. هو مات، مات السماء على طول تنفذ الأمر. نقلنا للعصر الرسولي الأول. هو ده قديس من القلائل جدا اللي ملكه مفتاح السماء. مش شرط انه يملك مفتاح السماء انه معاه سلطان الكهنوت. سلطان الكهنوت شيء، وسلطان الروح والقداسة شيء تاني. وممكن الانسان ما يكونش كاهن ويملك سلطان انه يفتح السماء ويغلقها وقت ما يحب، زي ما جبل المقطم الاب البطريرك ابراهام ابن زرع بسلطان الكهنوت ما قدرش ينقل الجبل، وسمعان الخراز بسلطان القداسه والروح قدر ينقل جبل المقطم. يفتح السماء والسماء تستجيب ليه. هو ده سلطان اللي ربنا اعطاه للناس اللي بيحبوه. عشان كده الكتاب يقول لينا ان سر الله لخائفيه. سر ربنا يسلمه للناس اللي بيخافوه. ابونا الانبا ابراهام وصل لدرجه القداسه بحياه التدقيق. كان مدقق جدا جدا في حياته، لدرجه ان لما اشتهى ان ياكل اكله معينه حرم نفسه منها. ولما جابوا له الاكل بعد ما هو خلاص عفن ودود قال يا نفسي كلي اللي اشتهيتيه. كان مدققا جدا في حياته. كم واحد وصل للمستوى ده؟ كان الاباء بتوعنا شداد جدا جدا مع نفسهم في حياتهم الروحية. أبونا الأنبا أرسانيوس لما جلس على مائدة الدير وسط الرهبان وقعد ياكل وما كانش متعود على الأكل المصري والفول المصري، فكان الفول الأسود والأبيض كله مختلط ببعضه. ده الدير عشان يوصلوا حبيتين فول تبقى نعمة كبيرة، نعمة كبيرة ان يوصل للدير حاجة في عمق الصحراء. فقعد يعني ينقي الحاجة اللي تعجبه ويسيب اللي ما يعجبوش. ولما لقى الاب رئيس الدير بيوبخ احد الرهبان على ان هو بينقي في الفول، قعد الانبا أرسانيوس يقول هذا القلم على خدك يا أرساني. التوبيخ ده ليا انا، الالم اللي اخده الراهب ده مفروض يكون على نزل على وش انا. كان ابائنا مدققين. ابونا الانبا أرسانيوس من كثرة بكاه يقولوا ان الدموع عملت اخدودين هنا، فحتت اخدودين على وشه من كثرة ما الدموع ما بتقفش، لا يتوقف عن البكاء. ايه اللي بيعمله ابونا الانبا أرسانيوس؟ كان بيغسل التوب اللي اخده بالمعمودية. قوم لما يطلع بالتوب ده امام المسيح يكون التوب بهي وزاهي وابيض وجميل، توب المعمودية، حافظ عليه من اجل انه يقدر يقابل بيه المسيح. كان كل يوم يراجع نفسه واي خطيه يبكي عليها.
ويسعى في انه ينظف التوب ويزيل منه اي اتساخات من اجل انه يقابل بالتوب ده سيده في السماء وهو نقي وزاهي. ده ابونا الانبا ثانيوس اللي قال بعد ما عاش في وسط رهبان الدير، يقول انا صحيح ابحرت في علوم كثيرة، ولكني لما اتيت الى مصر وجدت علومي اللي تعلمتها كلا شيء. تعلمت الرومية واليونانية، اما الالفابيتا التي يتقنها هذا المصري الامي فانا لم اعرفها بعد. وكان بيقصد ايه بالالفابيتا؟ يقصد مبادئ الحياة الرهبانية، الحياة البدايات. بيقول انا اتعلمت علوم كتيرة لكن في الحياة الروحية انا ايه؟ ولا حاجة. اتقنت الرومية واليونانية اما حكمة المصري. وكان معلم ايه؟ كان معلم الملوك. اونوريوس واركاديوس كانوا ولاد ملوك، لكن بعد ما اتلمذوا على ايديه فيما بعد صاروا ملوك، فهو معلم الملوك. ومع ذلك يقول انا ولا حاجة، ما اتقنتش حكمة المصري الامي. ابائنا عاشوا بالتدقيق، عاشوا حياة التدقيق. يحكي لنا بستان الرهبان ان احد الاباء وصل قليته وقعد فكر يتعبه جدا، فخرج من القلاية وراح لابوه وكشف ليه عن افكاره، فابوه صلى له وقال له ارجع قليتك تاني. اول ما دخل القلاية رجع يراوده الافكار من تاني، افكار اتعبته، فطلع من القلاية بالليل ده كله في نص الليل، رجع لابوه تاني وخبط على ابوه ودخل لابوه كشف ليه افكاره، وابوه صلى له وقال له ارجع قليتك، ورجع قليته جات له الافكار من تاني. وتكرر هذا الامر عدة مرات في ليلة واحدة، وهو في كل مرة يروح لابوه يعترف ويرجع من تاني. قد ايه ابائنا اخذوا الحياة الروحية بطريقة جدية. جد انا عندي فكر لازم اعترف بيه، عندي خطية لازم اكشفها لابويا، انا مش هنام الا وانا مرتاح من جهة حياتي. عشان كده رسالة النهاردة بولس الرسول لأهل أفسس يقول كونوا إيه؟ مدققين. كونوا مدققين. الإنسان الروحي بيدقق في كل حاجة، كل حاجة يدقق فيها، ما يتسهلش، ما عندوش إنه يحط لنفسه أعذار ويلتمس حجج ويحط مسببات لكل عملة بيعملها وكل خطية يقول أنا كان لي عذري فيها. وفي النهاية لما تدور تلاقي إنه ما غلطش في حاجة، لكن في كل خطاياه السبب فيها هي الظروف المحيطة. في إنسان لما يعترف يعمل كده، بعد ما يخلص جلسة الاعتراف تجد في النهاية إن الإنسان ده ما غلطش، إنسان ده ما عندوش غلط، لكن كل الغلط الظروف المحيطة بيه هي اللي دفعته للغلط، لكن هو مش معترف بغلط، مش معترف بأن هو غلطان. عشان كده الإنسان مفروض أن هو ياخد باله. مهم جدا الإنسان اللي بيدقق أنه ما يقسمش الخطايا. الإنسان اللي بيدقق في حياته وفي اعترافه ما يقسمش الخطايا، يقول في خطايا انا احترس منها وفي حاجات يعني افوتها. يعني ممكن الانسان يتكلم وفي كلامه ده يقع في ادانة او يجيب سيرة ناس، دي حاجة عادية، دي حياتنا اليومية. ممكن انسان تاجر تلاقيه بيحلف، وما اقول له حلفان يقول لي يا ابونا ده هو الشغل كله كده، ما ينفعش تاجر بدون حلفان. وحاجات كتيرة ابتدي اقسم الخطايا.
انسان شغال طول النهار ماشي في شوارع او بيسوق في شارع، فالنظرات دي طول اليوم، فالنظرات دي بالنسبة له حاجة يعني ما يعترفش بيها، لان دي حاجة بتاعت اليوم. تقسيم الخطايا ده بيفقدنا التدقيق في حياتنا. هم انا اتقسم الخطايا حاجات اتسهل معاها وحاجات ما فوتهاش ابدا، حاجات كبيرة ما فوتهاش وحاجات اتسهل. لكن الكتاب يقول لنا ايه؟ يقول لنا خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ما في خطية كبيرة ابتدت كبيرة، لكن كل خطية كبيرة ابتدت ايه؟ صغيرة. عشان كده الكتاب في منتهى الحكمة والوحي الالهي يقول لنا خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. اصل لما واحد يكون عنده كرم، يعني غيط حقل كبير وزارع فيه كروم عنب، فمعروف ان الثعلب يدخل يفسد العنب، فيجي صاحب الكرم ده يعمل سياج، يصور يعمل سور حوالين الغيط حوالين الحقل بتاع العنب، ولما يعمل السور يعمله فتحاته كبيرة، فالفتحة الكبيرة تعدي الثعلب الصغير لكن ما تعديش الكبير، عامل فتحات كبير. فهنا ربنا يقول له ضيق الفتحات قوي، لان المشكلة في الثعالب الصغيرة. ما انت اذا عامل الفتحة تسمح بتعدية الثعلب الصغير فهي غلط. اذا الفتحة دي حجمها يعدي الصغير، فبيقول لك خد بالك خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. انسان يدقق في خطايا زي خطايا الفعل ولكن يفوت خطايا الفكر، يفوت خطايا الفكر، يدقق في خطايا الفعل ويفوت خطايا النظر. والمسيح للمجد يقول له من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب. ونفس الكلام يقوله للست، اللي ينظر لشيء ليشتهيه قد زنى به في قلب. فهو هنا يدقق في شيء ويترك شيء، وحاجة توصله لحاجة تانية. طبعا اللي بيدقق مع نفسه ما بيلتمس عذر في اعترافاته، ما يلتمس عذر، كل خطية يقول أنا المذنب الأول والأخير فيها، أنا غلطان، أنا غلطان، مهما حصل ومهما كانت الظروف أنا جاي بقر إن أنا أخطيت وغلطان، مفيش عذر بلتمسه لنفسي. يوسف الصديق رغم إنه كان عبد ورغم إنه كان عايش مع الناس اللي بيرقصوا مصر كلها، رغم ان جنسيته غريب بالاضافة لانه عبد، فكانت كل الظروف والالحاح اللي كان بالخطية عليه يلاقي الف عذر، يقول الف عذر، لكن جاي يوسف يقول عبارة توبخنا كلنا اللي احنا عشنا في العهد الجديد، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ الشر قدامك ايه؟ صنعت. انا مهما عملت اي خطية انا بعملها ماليش عذر فيها، والخطية موجهة لشخص ربنا مباشرة، فانا ماليش عذر. يعني انا يوم ما اغلط في انسان انا غلطان قدام ربنا، ويوم ما اغلط في وصية غلطان قدام ربنا، ويوم ما اغلط انا ماليش عذر وما احطش حملي على حد تاني، اقول فعلا انا صنعت الشر واخطأت امام الله، انا عملت الشر قدامك يا رب. اكبر غلط ان احنا بنحط الخطايا ونقسمها خطايا انا عملتها لوحدي وخطايا الظروف اللي حواليا دفعتني ليها، وما انا بطلع من الاعتراف مش مستفيد، وبطلع من الاعتراف مش معترف اعتراف كامل، وبطلع من الاعتراف انا اول خطية اخطأت فيها واعترف بيها
ان انا انسان غير مدقق، والكتاب بيقول لنا ان احنا نكون مدققين، فانا مش مدقق في حياتي، فدي مهمة جدا. الانسان اللي بيدقق ما يغلطش ولا ينسب الغلط لحد تاني. كتير من الاخطاء، ممكن انسان يكون قاسي جدا مع زوجته او مع اولاده، ولما حد يقول له انت يعني القسوة دي خطية يقول لك لا ده نوع من الحزم، ولكن هي قسوة، هي قسوة، وقسوته دي ممكن تخلي ابنه يطلع ويضيع ويسيب البيت، ويوم ما تيجي تكلمه يقول لك ده حزم، ويمكن احيانا يدفع ابنه للطلوع بره البيت وتيجي تكلمه يقول لك انا بديله درس. كل القسوة دي متجمعة، ولما تيجي تراجع الانسان ده يقول لك لا ده بالعكس انا حازم. فحتى الاخطاء تاخد مسميات تانية مش هي الاسم الحقيقي ليها. زي ما واحد يكون بخيل ولما تيجي تواجهه بان هو انسان بخيل يقول لك لا ده مش بخل، ده احتراس، ده تدبير، لازم اكون مدبر، ولكن هي اساسا بيتستر تحت اسم التدبير عشان يخفي البخل اللي هو عايش فيه. تبقى الزوجة تعبانة جدا جدا ومش عارفة تجيب حاجة، واذا جابت تخبيها، وتبقى في اخطاء وخطايا، ويمكن تحجز فلوس على جنب مش عايزة توريها له، وده كل الخطايا اللي وقع حصلت في البيت بسبب انه بخيل. ولكن يقول لك لا ده انا مدبر. اي نوع من التدبير؟ ما اعرفش. عشان كده اكبر حاجة الشيطان بيوقعنا فيها ان الاخطاء تاخد اسماء فضائل. فالانسان البخيل غلط يقول لك انا مدبر، والتدبير ده عمل الروح القدس، ولكن شتان بين الاثنين. عشان كده الانسان لازم يكشف افكاره لاب اعتراف، واواجه نفسي باخطائي، واقبل ان انا اتغلط، واقبل ان انا اطلع غلطان، وبالتالي ابتدي اقوم الطريق. ابائنا القديسين كانوا مدققين، كانوا مدققين في كل شيء. ما كانش الشخص منهم يسمح لنفسه ان يقع في خطيه ادانه ولا يحاسب غيره. القديس الانبا يحنس لما في يوم من الايام ماشي في طريق ولقى اتنين بيتخانقوا وبيضربوا بعض، اخد ايد تلميذه ورجع تاني، فتلميذه بيقول له ايه الموضوع، انت خايف من الخناقه ولا خايف يعني ان تقع بينهم؟ قال له لا ده ولاد، هو خايف يشوف مين اللي بيتخانقوا قوم يقع في ادانه احد الاتنين. فاخد ايد تلميذه وطلع من الشارع خالص. شوفوا قد ايه ابائنا كانوا عايشين في تدقيق. ابونا الانبا موسى الاسود في يوم من الايام عقدوا مجمع لمحاسبه واحد من الاخوه كان غلطان وكان في طريقه انه يطردوه من الدير. فلما راح عشان يحضر الجلسه دي شال على ظهره كيس الرملة، وكيس الرملة ده عمال طول الطريق بينزل رملة. ولما دخل قالوا له ايه اللي انت عامله وايه اللي انت شايله، قال لهم انا جبت خطاياي وحطيتها ورا ظهري عشان احاسب اخويا وتكون خطاياه قدامي، فانا حطيت خطاياي الكتيرة ورا ظهري. شوف المستوى الروحي اللي اتعامل بيه ابائنا اللي احنا بنحتفل بذكراه، واللي المسيح قال لينا انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. دول الآباء اللي يقول عنهم بولس الرسول لنا سحابة من الشهود، هذا مقداره. ايه اللي بناخده منه؟ يا ريتنا أحبائي مع كل قديس نقتني فضيلة. آبائنا القديسين بستان كبير من الفضائل،
حلو قوي لما كتب القديس بلاديوس بستان الرهبان وسماه بستان الرهبان، يعني حديقة كبيرة كلها قديسين. ولما يجوا يتكلموا عن الفضائل يقولوا ده بستان الفضائل. حلو قوي ان احنا لما ندخل كنيستنا ومنلاقي البساتين الحلوة. بستان يعني ايه؟ يعني نشتم من كل قديس ريحة حلوة. يعني كل قديس من دول كان وردة، كان شجرة، كان زرعة جميلة، قوم احنا لما نقرب ليهم ناخد منهم الريحة الجميلة، ناخد منهم الفضيلة، ناخد منهم سورة القداسة تكون ازاي. ومما اشوف الانبا انطونيوس اشوف فيه الوحدة، ولما اشوف الانبا مقاريوس اشوف فيه ان هو بيستر على خطايا الاخرين. لما في يوم من الايام قالوا له في واحد غلطان وتيجي تضبطه في ذات الفعل، راح استأذن الأب ده وخبط على الأوضة بتاعته، ولما فتح كان أخفى الإنسان اللي جياله المكان ده تحت مجور كبير. فدخل أبو مقر وهو يعلم فين الامرأة دي وقعد فوق المجور، وضرب جرس الدير، جمع كل الرهبان وقال لهم تعال ده أخونا اللي انتوا بتتكلموا في حقه. قالوا له آه. وده أخونا اللي انتم غلطانين فيه، كلكم تعملوا له مطاني. ودخل رهبان الدير كلهم اعتذروا له على الإدانة، لأنهم كلهم أدانوه، سواء واحد غلطان أو مش غلطان، لكن كلهم أدانوه. وبعد ما كلهم طلعوا من القلاية ومشيوا، قام أبو مقار قال للشخص ده احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. وهو طالع من باب القلاية سمع صوت بيقول له طوباك يا مقارة لأنك سترت على الخطية بالزبدية بالمجور. دول أباء. وما أنا لما أشوف أبو مقار أفتكر إن أنا ما أتكلمش في حق حد، أستر على الآخرين. ده أنا بصلي لربنا كل يوم أقول له بشكرك لأنك سترتنا، فربنا سترنا، أقوم أنا أفضح الناس. فهو أبو مقار عمل العمل اللي زي ما بيقول الكتاب بالكيل الذي به تكيلون يكال ليكم. أنا مش عايز أتحاسب، مش هحاسب. دي الروح اللي عاش بيها أحد الآباء الرهبان. ولما وصلت لحظة نياحته اتجمع من حواليه الآباء عشان ياخدوا بركته. عادة الآباء لما يلاقوا واحد هينتقل يجوا كلهم يقعدوا حواليه لحد ما تخرج الروح من الجسد. ولما اتجمعوا من حواليه لقوا مبتسم فرحان وشه منور. فجهبان يعني واحد كده روح الفضول عنده، فقال له أنا عايز أسألك سؤال قبل ما تمشي. قال له نعم. قال له أنا شايفك مبسوط، أنت مبسوط ليه؟ يعني كتير من اللي موجودين في الدير بيسهر أكتر منك ويشتغل أكتر منك ويخدمه أكتر منك ويصلي أكتر منك، أنت ما عملتش زي ما عمل بقية الآباء. فقال له عندك حق، كل اللي بتقول عليه ده مظبوط، لكن ربنا قال لا تدينوا كي لا تدانوا. وأنا عشت حياتي كلها في وسطيكم، وقبل ما أعرفكم أنا ما دنتش حد، لا بالفكر ولا باللسان ولا بالنظر ولا بأي حاسة من الحواس. فأقوم أنا لما هقابل ربنا هقول له أنت أمين في وعدك، قلت لا تدينوا كي لا تدان، فانت ما تدنيش، انت وعدت. ده انسان مدقق. في حد يقدر يقعد له يوم بدون ما يدين؟ في حد يقعد له يوم بدون ما يجيله فكر من جهة حد؟ في حد يقعد يوم ويشوف مناظر قدامه وما يحكمش على الناس سواء الغرب او اللي مش غرب؟ ده امر صعب. واللي ما يحكمش ده معناها ايه؟ انه انسان عايش بالقداسة من جوه،
صدقوني احبائي احيان كتيره بقف امام الانجيل بعهديه واقول مين اللي هيقدر يكون كامل في وصايا المسيح؟ ولا واحد، ولا واحد. زي ما بيقول الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، فيش حد. طب اقول له يا رب احنا هنعمل ايه؟ طب واذا لحقنا نعمل وصيه امتى هنعمل التانيه؟ وهل في العمر بقيه ان احنا هنلحق نتقن كل الوصايا؟ طب واذا ما اتقنهاش؟ الكتاب بيقول اللي يسقط في واحده صار مجرما في الكل. هنعمل ايه؟ بقف قدام ربنا واقول له يا رب احنا في الموازين الى فوق، احنا ضايعين. لكن ارجع واقول ان ربنا حط لنا الوصايا، وفي كل وصيه تكمن كل الوصايا. ده سر الانجيل، ده سر الانجيل، كل وصيه يكمن فيها كل الوصايا. ومن اللي قال لا تدينوا كي لا تدانوا، اذا انا عشت بالوصيه دي انا هيبقى فكري نقي وقلبي نقي، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان، يبقى لساني نقي وكل اللي بسمعه نقي، لان ما بيدخلش جوايا وبيطلع مني افكار ادانه، فكل اللي اسمعه ابص له بنظره كويسه. فانا عايز اقول الانسان اللي بينفذ الوصيه دي هو عايش في نقاوه القلب تماما. والكتاب يقول طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون. هيعين ربنا لانه عايش النقاوه. فانا عايز اقول اللي يتقن وصيه اتقن الكل، واللي يسقط في وصيه صار مجرما في الكل. هو ده التدقيق. لما في يوم من الايام واحد مركزه كبير وكان من الأرخنة اللي بيساعدوا الدير وعنده بنته عليها شيطان، واحتار يطلع الشيطان ازاي، فلجأ لرهبان الدير قالوا له مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يطلع الشيطان. قال لهم هاتهولي انا هستناه. قالوا له لا استنى، ده ما يروح لكش، ولو شعر ان فعلا انت طالبه عشان يطلع شيطان هيهرب من السحرة كلها، لان دول ناس بيعيشوا في انكار الذات وبيهربوا من المجد الباطل. فدول عندهم كل الفضائل، ولكن لانهم عندهم الفضائل ربنا اتمنهم ان بسلطان يفتحوا السماء ويدوا للي عايز. فقال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا له الناس دول عندهم كل الفضائل، فمن ضمن الفضائل ان عندهم الاتضاع. فقال لهم يعني ايه؟ قالوا له الراجل ده ابونا ده بيقف في السوق يبيع شغل ايديه. قال لهم وبعدين؟ قالوا له لما يجي يبيع شغل ايديه روح يشتري شغل ايديه. قال لهم طب وكده يطلع الشيطان؟ قال لهم لا، بعد ما تاخد شغل ايديه قل له انا يعني انت شايف شكلي ده انا اقدر اشيل الحاجات دي، فالمطلوب منك انك انت تشيلها وتجيبها لي البيت، اذا عملته بالشكل ده هيمشي معاك، لانه عنده روح الاتضاع. ما انا بقول لك اللي بيتقن فضيله اتقن الكل. فبعد ما اشترى كل شغل ايديه جاي يمشي ويسيب له الحاجات، قال له لا انا مش هقدر اشيل حاجه انت تشيلها. قال له طب انت فين؟ وغلوا المكان واختفى الاب ده. فابونا شال الحاجات كلها وطلع، كان مرتب ان مفيش حد في البيت غير هي بيته اللي عليها الشيطان. فتحت له الباب اول ما لقت ابونا ده في وشها، الشيطان ما احتملش، بكل قوته ضرب ابونا بالقلم. فابونا بمنتهى الاتضاع لما خد قلم يعمل ايه؟ يحول الخد الاخر. ما انا بقول لكم اللي بينفذ وصيه اتقن ايه؟ كل الوصايا، ما تلاقيهوش كسر حاجه. فلما حول الاخر يقول صرعها الشيطان وخرج منها في الحال.
خرج في الحال احد الاباء القديسين الحلوين يقول لنا ان كل وصية في الانجيل قالها المسيح فيها المسيح، كل وصية قالها المسيح فيها المسيح. قم لما واحد يضربني على وشي وانا احول الاخر، قوم اللي بيظهر في الوقت ده اللي بياخد القلم التاني هو المسيح مش انا. ما هو قال من لطمك على خدك حول الاخر. طب يا رب انا هاخد اول قلم ومين ياخد التاني؟ قال انا اللي اخده، انا اللي اخده. لطم اما هو فتزلل ولم يفتح فاه، يقولك انا اللي هشيله عنك، لان في كل ضيقه هم تضايق. انا اللي حاضر بينكم، المسيح اللي موجود معانا وفينا. فلذلك لما حول الاخر ظهر المسيح بمجده، قوم الشيطان هرب من المكان، مش هرب من الاب الراهب، هرب من تنفيذ الوصية اللي تنفذها بروح بقلب. ولذلك ما احتملش الشيطان، خرج في الحال. كل وصية يا احبائي اذا لقيتوها سهلة، واذا لقيتوا ان الوصية دي لذيذة، اعرفوا ان كنتوا اتقنتوها. واذا اتقنتوا الوصية هتلاقوا المسيح حاضر معاكم. مشكلتنا ان احنا ما بنعيش بالروح دي. قوم لما واحد اقول له سامح يقول لي لا الامر ده فوق طاقتي، حول الخد الاخر يقول لي يا ابونا انت عايزني ابقى ملطشة، عايز واحد تاني رايح جاي يضرب فيا. حبيبي انت ما وصلتش للمستوى ده، خليك خليك. لما توصل للمستوى ده هتشتهي انك تنفذ الوصية، هتبقى شهوة قلبك، شهوة قلبك تحول الخد التاني، وشهوة قلبك تمشي الميل التاني ويسخروك، وشهوة قلبك انك تتباع عبد من اجل المسيح، وشهوة قلبك انك تخدم الاخرين وتغسل لهم رجليهم. هل ابونا ابراهيم حد اجبره ان يغسل رجلين الناس؟ ابدا. ولانه غسل بقلب نقي وبروح حلوة وبروح انجيلية بحسب الوصية، قوم المسيح بنفسه جاله. ربنا يجيله من السماء يقول له انا جاي لك من السماء ليه يا رب؟ يقول له عشان تغسل لي رجلي، لانه اتقن الوصية. الاب اللي حول الخد التاني قوم يجيله المسيح من السماء ليه؟ لانه اتقن الوصية. ابونا الانبا بشوي يتقن وصية المسيح ويخدم الآخرين، قم يجيله عشان يغسل له رجليه. عايز أقول كل أبائنا اللي أتقنوا الوصية قم المسيح جاليهم وتمجد معاهم. يا ريتنا أحبائي ندقق زي ما عاش أبائنا القديسين، زي ما عاش أبونا الأنبا أبرقام وكل أبائنا الحلوين، قم إحنا بتنفيذ الوصية والتدقيق في حياتنا الروحية نصل إلى ما وصل إليه هؤلاء، ونحيي حياة القداسة ليه المجد الدائم إلى الأبد. آمين.